الشيخ عبد الله زعتر عضو هيئة علماء اليمن. الشيخ عبد الله حياك الله. حياكم الله. كيف حالك شيخ؟ سلمكم الله. شيخ عبد الله زعتر عفى الله عنك. نعم. شيخ عفى الله عنك يا شيخ. الله يحفظك. شيخنا أنتم في الميدان وترون ما لا نراه، خاصة من أمور للتعلق في بيوت الله والمساجد. نريد منكم تعليق يا شيخ عما يحدث في اليمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يحدث في اليمن مشروع مجوسي متكامل يستهدف الذات الإلهية والرسالة والقرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام والمساجد. كيف يا شيخ؟ من هذا المخطط. يعني أنت عندما تأتي إلى المسجد الذي يعظم فيه رب العالمين ترفع فيه شعارات المجوس، يعني يكتب فيه الكلام يعني عن الغرام وعن كذا، المسجد يدخلها يحولها لمقايل لأكل القات والسجائر وكذا، يقومون بتفجيرها، يشرطون أئمتها وخطباءها، يعني يمنعون حلقات القرآن الكريم فيها، يأخذون مدرسي القرآن الكريم إلى السجون، يعرونهم تماما كما خلقهم الله ويعذبونهم بعضهم حتى الموت. شيء ما يمكن أن يتخيله الإنسان. ما حدث مثل هذا، قد حدث فساد في الماضي وجاء الباطنيات في الدولة الصليحية، لكن ما عملوا مثل هذا. الذي عمل مثل هذا يعني يمكن القرامطة الذين أخذوا الحجر الأسود وكسروه، لكن أن يأتي بهذه الغلظة وبهذه القسوة على بيوت الله يعني شيء لا يمكن أن يتخيله الإنسان، مع أخذ أموال الأوقاف وغيرها. شيخنا الأمر لم يتوقف عن المساجد وعن الأطفال وعن النساء وعن المدنيين بشكل عام، لكن شيخنا ما هي الرسالة اللي توجهها للناس بشكل عام؟ أنا أقول إن على المسلمين أن يحافظوا على كتاب الله وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يحافظوا على بيوت الله بحيث يمنعوا هؤلاء من التعدي على بيوت الله أو على من يحياه، لأنه الآن هدمها من جانبين، هدمها كبناء وهدمها معنويا، الهدم المادي بتفجيرها والهدم المعنوي بتعطيلها عن أداء رسالتها. فيجب أن يقاوم الناس هذا وأن يزيدوا من بناء المساجد وأن يوسعوا من حلقات القرآن الكريم وحلقات العلم الشرعي، وأن يدفعوا بأبنائهم إلى تعلم كتاب الله وإلى تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن معظم الذين جاءوا مع الحوثي وبسبب تقصير الآباء والأمهات وبسبب أيضا تقصير العلماء الذين يتركون الأرياف فلا يخرجون لتعليم كتاب الله وتعليم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. شيخ عبد الله سعتر، شيخنا رجال المال أن يعينونهم. شيخ عبد الله. نعم. معك الأستاذ ياسر العباس، تفضل أستاذ ياسر. حياك الله يا شيخ عبد الله. حياكم الله. يا شيخ عبد الله، أنتم الآن في داخل الميدان وتشوفون أشياء كثير ممكن الإعلام ما يظهرها بشكل واضح جدا. نعم. ودي رسالة توجهها للشعب اليمن اللي يعاني حاليا، ودي رسالة أيضا توجهها للمسلمين بشكل عام. ماذا يحدث داخل اليمن بالتفصيل، يعني الحاجة اللي ترونها بعيونكم؟ يعني الذي يحدث داخل اليمن قتل النفس المحرمة من الأطفال والنساء بكل وسائل، سواء أكان بالرصاص بالأسلحة الثقيلة وهدم البيوت على من فيها مثل ما يجري في تعد في عدة مدن، وكذلك الألقام التي يزرعونها بالآلاف وتحصل الكثير من الأرواح، وكذلك التحريف في السجون، هذا في ميدان في ما يتعلق بالاعتداء على الدماء، ثم الاعتداء على المساجد ودور القرآن الكريم وتفجيرها ومنع حلقات القرآن الكريم وتعذيب الحفاظ والأئمة والخطباء حتى الموت، ثم بعد ذلك نهب المعسكرات والمؤسسات العامة وقطع الطرق ونهب عائدات الدولة كلها من المشتقات النفطية والجمارك والضرائب وغير ذلك من العائدات النفطية، ثم نهب الجمعيات الخيرية ومساعدات الإنسانية، ثم الاعتداء على المؤسسات الصحية والطواقم الطبية التي تقوم بالإسعافات وبالتمريض، معركة يعني متعددة الأشكال. ثم أيضا تغيير اليوم تم تغيير هيئة الفتوى وأوجدوا هيئة فتوى شيعية يعني فيها العنصرية وفيها العصبيات التي يرفضها الإسلام، وعلى المسلمين جميعا وليس أبناء اليمن فقط لكن أبناء اليمن أولا، لأن الفريضة على أهل المحلة، فإن قصروا أو عجزوا تنتقل إلى من حولهم.
عليهم أن يقاوموا بالسلاح أولا لتحرير ما تبقى من المحافظات، وأنادي الجيش الوطني وأنادي القبائل وأنادي الأحرار جميعا أن يتحركوا مع التحالف جزاهم الله خير بقيادة الملك سلمان سلمه الله وفقه الله لما يحب ويرضى، وإخوانهم من الأشقاء الذين يدعمون المعركة. ثم بعد المواجهة العسكرية ينبغي المواجهة الأمنية على المواطنين في كل مكان أن يحافظوا على الأمن وأن يبلغوا عن أي إنسان يقوم بزراعة الألغام أو بعمليات الاغتيالات أو بالسيارات المفخخة أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا المساهمة إعلاميا وإرشاديا، العلماء عليهم أن يتحركوا اليوم، الذي لن يأتي اليوم ما الذي سيفعله في المستقبل، وهذا يا شيخنا الإعلاميين أيضا يتناولوا هذه القضايا. وهذا يا شيخنا ما تقوم به قناة بداية الآن من الحديث دوما عن إخواننا في اليمن والحديث عن جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي. الشيخ عبد الله صعتر عضو هيئة علماء اليمن، شاكر ومقدر لك هذه المداخلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ووفقكم وأعانكم. جزاكم الله خير. الشيخ سعيد، كلمة توجهها لإخواننا اللي في الحد الجنوبي وإخواننا في اليمن. والله أنا أول شيء أتمنى حقيقة أن قضية اليمن، هذه القضية اليوم هي قضية أمة وليست قضية دولة بحد ذاتها. أنا قبل أسبوع كنت في الحد الجنوبي وزرت إخواننا المرابطين في الحد الجنوبي. الحقيقة يعني سرني الأمل والإيجابية اللي وجدتها في الألوية وفي الجنود، وفعلا شعورهم أنهم واقفين على حد، ما في سالفة حد يمني وسعودي، هم واقفين يدافعون عن قضية إسلام وقضية قضية فعلا عادلة، اللي هي قضية النصرة لإخوان اليمنيين. أنا أتمنى حقيقة من كل المسلمين اللي يتابعوننا أنهم يعني لا ينسون قضية اليمن، وأنهم يعلمون ويتأكدون أن العدو الحوثي في اليمن قاعد يمارس إقصاء وإجرام ووحشية ضد المدنيين، وفي نفس الوقت هو قاعد يحترف التزوير والتدليس. ولننتبه من وسائل التواصل الاجتماعي، هناك لهم جنود في السوشيال ميديا كما أن لهم جنود أيضا في الميدان. أتكلم الحوثيين لهم جنود في السوشيال ميديا، يعني يصطادون في الماء العكر ويحاولون أن يخلقون يعني مشاكل في الصف، سواء في الصف العربي أو في الصف حتى السعودي. أتمنى حقيقة أن يكون يقظين، وأن ندعو لإخواننا المرابطين، وأن أيضا ندعو لإخواننا في اليمن، وأن نكون دائما خلف قيادتنا التي بادرت بهذه المبادرة التي سيخلدها التاريخ في نصرة جيراننا وأشقائنا اليمن.